إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. مشروع البير الخيري، مشروع الحياة، صدقة جارية، مقدم من رشاد دوخي دوخي حفظه الله من دير حناء، جزاهم الله خير الجزاء في الدنيا والآخرة، ويبارك في أموالهم وأولادهم وذرياتهم، ويسقاهم من نهر الكوثر، ويجعل الله هذا العمل الخير في موازن حسناته. شكرا لكم يا أهل الخير، ما شاء الله.